بسم الله. النهارده باذن الله هناخد مع بعض حاجه اسمها الداتا تايب كونفرجن. عرفنا في الفيديوهات اللي فاتت يعني ايه اصلا داتا تايب، تمام؟ النهارده هنعرف مع بعض ازاي بحول من داتا تايب لداتا تايب تاني. هناخد مع بعض حاجه اسمها الداتا تايب كونفرجن، تمام كده؟ طيب ده كده الشكل ده هنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي الداتا تايب رانكينج. هنا مرتب، هنا عامل ترتيب للداتا تايب بتاعتي من الكبير للصغير، خلاص. فعندي اكبر حاجه اللونج دابل، في عندي نوع بيانات اسمه لونج دابل، بعد كده الاصغر منه الدابل، بعد كده الفلوت، بعد كده الانساين لونج، بعد كده اللونج، بعد كده انساين انتجر، وفي الاخر الانتجر، خلاص كده. فده كده ترتيب الداتا تايب بتاعي. طيب انا عايز اعمل ايه؟ انا عايز اتعلم ازاي اعمل عمليه تحويل من نوع بيانات لنوع بيانات تاني، تمام؟ عندي طريقتين، عندي نوعين، او عندي تو تايب اوف داتا، عندي تو تايب اوف داتا تايب كونفرجن، عندي نوعين لعمليه التحويل، تمام؟ يا اما التحويل يحصل اوتوماتيك، يعني يا اما التحويل بتاعي يحصل اوتوماتيك، يعني الكود نفسه او الكومبايلر نفسه هو اللي يعمل اوتوماتيك كونفرجن، او حاجه اسمها امبليسيت كونفرجن، تمام كده، او يحصل مانوال. انت كبروجرامر انت بايدك بتعمل الكونفرجن من داتا تايب لداتا تايب. طيب خلينا نعرف الطريقتين، خلينا نعرف ازاي بعمل اوتوماتيك، ازاي بيحصل اوتوماتيك كونفرجن، وازاي بيحصل المانوال كونفرجن، تمام كده. طيب في موضوع الاوتوماتيك، يعني سي مثلا على سبيل المثال، جيت قلت عندي عرفت عندي لونج ال، عرفت متغير اسمه لونج ال، تمام. بعد كده عرفت متغير اسمه انتجر اكس ايكوال 15، تمام كده. يبقى عرفت عنده متغير اسمه ال من نوع لونج، عرفت عنده متغير اسمه اكس من نوع انتجر شايل 15، وجيت بعد كده قلت ان ال متغير اللي اسمه ال اللي من نوع اللي اصلا من نوع لونج، خلاص، ايكوال الاكس. يعني الكلام ده، الكلام ده بقول له انا عملت اساينمنت، عملت اساين، سويت الاكس بالال، يعني رميت او خزنت ما بداخل المخزن اللي اسمه اكس داخل ايه؟ داخل مخزن ال. طب الكلام ده ينفع؟ الاكس من نوع ايه؟ الاكس من نوع ايه؟ يعني الداتا تايب بتاعه من نوع ايه؟ من نوع انتجر. ال من نوع ايه؟ ايه ده من نوع لونج. هل ينفع ان انا اعمل اساينمنت لداتا تايب لفاريبل من نوع بيانات، اعمل له اساين لفاريبل تاني من نوع تاني؟ ببساطه ينفع. انك بيحصل ايه؟ بيحصل عمليه كونفرت، بيحصل عمليه اللي هو الداتا تايب كونفرجن، خلاص، بيحصل عمليه كونفرجن للداتا تايب بتاعتي. فالاكس انتجر والال لونج. هل انت محتاج تعمل اوتوماتيك كونفر اللي هو مانوال كونفرجن بايدك؟ ببساطه لا. طب ليه؟ لان الاكس انتجر والال لونج، الاكس اصغر من الال، صح؟ لان الانتجر اصغر من اللونج، فممكن ببساطه ارمي ما بداخل الاكس داخل الال، لان الال اصلا هو الكبير في الرانك بتاعه، هو الكبير، خلاص. فده كده بيحصل ايه؟ بيحصل عندي حاجه اسمها الاوتوماتيك داتا تايب كونفرجن، خلاص. اوتوماتيك الكومبايلر او الكود بتاعي بيحصل فيه ايه؟ بيحصل فيه اوتوماتيك داتا تايب كونفرجن، بيحول على طول، هو بيحول من ايه؟ بيحول من الانتجر للونج. عشان اخزن في اللونج لازم ده كده يتحول ايه؟ للونج، خلاص، هيتخزن عندي في ال، تمام كده. فده كده اسمه الاوتوماتيك داتا تايب كونفرجن. طيب ده كده اول نوع. طيب بالنسبه لتاني نوع، بالنسبة للتاني هنا بيقول لي حاجة اسمها المانوال كونفرجن، أو اسمها الكاستنج مانوال كونفرجن، تمام، أو اسمه تايب كاستنج، بعمل حاجة اسمها كاستنج، تمام كده. بص على المثال ده بيعمل ايه. في المثال ده اللي في الجنب كده عمل ايه؟ عرف عنده متغير اسمه نمبر من نوع دبل، خلاص، عرف عنده متغير اسمه فال فاليو من نوع انتجر، بعد كده قال لك سي ان اليوزر هيدخل ويخزن فين؟ في النمبر، يعني هيخزن في الايه؟ في الدبل. بعد كده قال لك ان الفال ايكوال النمبر، يعني بص كده هو عمل ايه؟ هنا عرف عندي متغير اسمه نمبر من نوع دبل، عرف عنده متغير اسمه فال من نوع انتجر، تمام، وقال لليوزر يوزر انت هتدخل رقم من نوع دبل هيتخزن عندي فين؟ في المخزن اللي اسمه نمبر، تمام. بعد كده قال لك ان الفال ايكوال النمبر، الفال ايكوال النمبر. طب انت دلوقتي الفال ده من نوع ايه؟ من نوع انتجر، والنمبر من نوع ايه؟ من نوع دبل. هل ينفع تساوي اتنين ببعض من داتا تايب مختلفين؟ ينفع، بس لازم تعمل ايه؟ ينفع، بس لازم تعمل ايه؟ لازم تعمل داتا تايب كونفرجن، تمام كده. طيب النمبر ده اصلا من نوع دبل، والفاليو من نوع انتجر، ينفع ارمي كبير في صغير؟
ينفعش. فلازم بإيدك، لازم بإيدك تعمل عملية تحويل. خلاص يعني في المكان ده كده لازم احول النمبر اللي من نوع دبل كبير لانتجر. خلاص فلازم في المكان ده قبل ما اساوي النمبر بالفال في المكان ده كده بعمل حاجة اسمها مانوال داتا تايب كونفرجن او اسمها الكاستنج. تمام فبعمل الشكل ده كده، الشكل ده كده اسمه كاستنج، بعمل اكواس قبل الفاريبل. خلاص ده كده اكواس اسمه كاستنج. تمام تحويل، اكواس تحويل. طب انا عايز احول ده كده من نوع ايه؟ من نوع دبل، عايز احوله لايه؟ احوله لانتجر. فبكتب هنا كلمة انتجر بس كده، يعني كده بقول له انت هتساوي النمبر، هتخزن النمبر في الفال، بس قبل ما تخزن اعمل لي عملية كاستنج، اعمل كاستنج اللي هو ده الشكل ده، حول النمبر لانتجر بعد كده خزنه في الفال اللي هو من نوع انتجر. وصلت؟ فالشكل ده اسمه ايه؟ الشكل ده اسمه كاستنج، او اسمه ايه؟ او اسمه اللي هو المانيوال داتا تايب كونفرجن. واضح كده؟ تمام. فده كده الجزء بتاع الداتا تايب كونفرجن، عملية التحويل من داتا تايب لداتا تايب. خلاص كده يبقى له ايه؟ الاوتوماتيك كونفرجن والمانوال كونفرجن. طيب بعد كده هنتكلم مع بعض عن حاجة اسمها الاوفر فلو والاندر فلو. تمام طيب يعني ايه المصطلح اللي اسمه اوفر فلو؟ بمعنى ايه؟ بغض النظر عن الكلام الكتير المكتوب ده، خلينا نعرف الكلام اللي جاي ده. عرفنا مع بعض قبل كده ايه هي انواع الداتا تايب الموجوده عندي، يعني الشكل ده او الجدول ده اخدناه قبل كده في فيديو سابق. تمام وعرفنا ايه هي انواع الداتا تايب الموجوده عندي، وكل داتا تايب بيحجز مساحه قد ايه في الرامه. خلاص وعرفنا الرينج بتاعه، يعني رينج الارقام اللي بيخزنها. يعني سي مثلا الشورت بيشيل، بيقول لك بشيل ارقام من سالب 32768 لحد موجب 32767، ما تعديش الرقم ده، انا بشيل من الرينج ده من الرقم ده للرقم ده. خلاص يعني بمعنى انا بشيل من اول الرقم ده لحد الرقم ده، ده كده الرينج بتاعي، ما تعديش الرقم ده. طيب افرض لو عدى الرقم ده، يعني لو حصل مثلا، لو حصل جيت قلت كده مثلا على سبيل المثال، جيت قلت كده شورت، عرفته متغير اسمه شورت. خلاص شورت اكس ايكوال 32768، يعني عرفت متغير اسمه شورت من نوع انتجر شايل الرقم ده 32768 اللي بيحصل. الكلام ده كده او الشكل ده كده اسمه اوفر فلو، يعني تدفق. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انت بقول للمخزن بتاعي اللي اسمه اكس، بقول للمخزن بتاعي اللي اسمه اكس اصلا اللي هو اصلا من نوع شورت اللي هو الرينج بتاعه لحد 32767 ما يقدرش يشيل اكتر من كده، بقول له لا انت هتشيل رقم زيادة. طب ازاي الكلام ده؟ فالكلام ده اصلا اسمه اوفر فلو. تمام اسمه تدفق. بمعنى كده يكون مثلا عندك كوبايه ميه مليانه على اخرها، لو جيت زودت شويه ميه ايه اللي بيحصل؟ بيحصل تدفق، خلاص الكوبايه على اخرها اصلا. تمام طيب الاندر فلو، الاندر فلو عكس الاوفر فلو. هنشرح نفس المثال اللي قلناه من شويه. يعني مثلا هقول عندي هعرف متغير من نوع شورت، هعرف متغير وليكن مثلا اسمه نمبر. خلاص هشيل داتا تايب من نوع شورت، هيقول مثلا ايكوال كام؟ هنسأل من شويه الشورت ليه رينج ارقام، ليه رينج ارقام من كام لكام؟ من سالب 32768 لحد موجب 32767. تمام فسي مثلا هقول له 32767، خلاص كده يبقى كده انا عرفت ايه؟ عرفت عنده متغير او المخزن اسمه نمبر اللي من نوع شورت، هيشيل الرقم ده، يعني هيشيل لحد اخر رقم عنده. ده كده فعلا، ده كده اخر رينج، ده كده الماكس بتاعه، مش هيقدر يشيل اكتر من كده. تمام كده طيب جيت بعد كده في السطر اللي بعده قلت له ايه؟ قلت له ان انا الرقم بتاعي اللي هو اللي اسمه نمبر ده ايكوال النمبر بلس 1. احنا طبعا عرفنا الشكل ده في الفيديو اللي فات، عرفنا يعني الكلام ده. تمام عرفنا الماثيماتيكال اكسبريشن ده كده عباره عن ايه السطر ده؟ بقول له ان المتغير بتاع الاسم نمبر او المخزن الاسم نمبر هيشيل قيمه جديده، عباره عن ايه؟ عباره عن القيمه اللي متخزنه جوه القديمه اللي هو الرقم ده، القيمه القديمه اللي هو الرقم ده بلس 1 زود له 1، يحسب الاكسبريشن ده والناتج حطه فين؟ في نمبر. تمام طيب خلينا نشوف كده، نقول ان انا هطبع على الشاشه ما بداخل المخزن اللي اسمه نمبر، تتوقع معايا كده هيطبع ايه؟ يعني توقع كده معايا هيطبع ايه؟ انا بقول له دلوقتي اطبع لي النمبر، هو اصلا زود 1 على الرقم ده، هل هيطبع 32768؟
يعني الشكل ده كده يطبع 32768. طيب خلينا نبص مع بعض كده. بص كده طبع ايه؟ طبع عندي سالب 32768، سالب 32768. بص كده، سالب 32768 عمل ايه؟ جاب قال لك ده الرينج بتاعي من كذا لكذا، جاب لك ايه من الايه الرينج التاني، الرينج اللي بالماينس بالنيجاتيف. تمام، هو اصلا قال لك خلاص هو ده اخر حاجه عندي، ده كده الايه الماكس عندي 32767، ما ينفعش اشيل 768. خلاص، عشان كده طبع على الشاشه الشكل ده، سالب 32768، ده كده اسمه ايه الشكل ده؟ الشكل ده اسمه الاوفر فلو، اسمه الاوفر فلو. فده كده انت هنا في المكان ده كده عملت حاجه اسمها الاوفر فلو. خلاص، طيب جيت بعد كده في المكان ده قلت ان النمبر ايكوال النمبر ماينس 1، يعني هنا كنت زودت واحد. يبقى هنا انا عملت ايه؟ هنا اللي حصل، اللي حصل ان انا نقصت واحد من ايه، من ال من الرقم ال من النمبر بتاعي. وهقول نفس الكلام، هقول له سي اوت اطبع لي على الشاشه النمبر، بعد كده اند لاين. نبص كده ايه اللي هيحصل. بص كده اللي حصل عندي ايه؟ اللي حصل عندي ان انا طبع 32767، لانك خلاص انت نقصت واحد من الرقم بتاعك، فرجع للايه، للرقم الاساسي اللي فوق ده اللي هو اصلا الرقم الماكس، رجع ليه بالشكل ده. خلاص كده، فالشكل ده كده اسمه انت عملت بعد لما كان فيه اوفر فلو عندك، انت عملت اندر فلو. بعد ما كان حصل تدفق انت عملت له اندر فلو من خلال ان انت نقصت عندك واحد من الرقم اللي كان متخزن فيه. ها واصله؟ تمام، نقفل ده كده. يبقى النهارده عرفنا مع بعض حاجتين، عرفنا مع بعض ايه؟ عرفنا مع بعض الداتا تايب كونفرجن، عرفنا مع بعض الداتا تايب كونفرجن خلاص، والنوعين اللي هو الاوتوماتيك داتا تايب كونفرجن والايه والكاستنج. تمام، وعرفنا تاني حاجه، حاجه اسمها الاوفر فلو والاندر فلو. تمام كده، طيب باذن الله هنكمل مع بعض من الفيديو اللي جاي.